صباح الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين وكل العالم بخير وسلام. احنا بنعيش اسبوع كله اعياد. بدأنا حلقتنا النهاردة مع فرقة ترانيم كنيسة السيدة العذراء والشهيد استفانوس بشبرا الخيمة. كل عام وحضراتكم بخير. كل هذا الاسبوع بنعيش اعياد الميلاد المجيدة. كل عام وكلنا عايشين في سلام وامان. نتمنى ان شاء الله هذا العام يأتي بلا فقد، بلا مرض، بلا منغصات، ويكون كله خير وسلام علينا وعلى البشرية والانسانية كلها.
صباح الفل يا مروه، كل سنه واحنا طيبين. صباح الخير يا نهله، كل سنه وكل المصريين بالف خير. شهر ديسمبر مع نهايته بنبدا احتفالات اعياد المسيحيين، سواء كان الكاثوليك او بعد شويه كمان في 7 يناير بيكون احتفالات المسيحيين المصريين. النهارده حلقتنا زي ما حضراتكم شفتوا بدايتها اغاني، وهتفضل ان شاء الله السنه كلها جميله وكلها بنحتفل. فقرتنا الاولى هتكون مع كورال الكنيسه، هنتكلم كمان كتير عن اعياد الميلاد. والفقره الثانيه هتكون مع نهله، هنتكلم عن ملتقى الاقصر الدولي في دورته ال 15 للتصوير، هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم عن السياحه في الاقصر وقد ايه تنشيط السياحه مهم من خلال الاحداث الثقافيه اللي بتقام في هذه المحافظه. ده هيكون مع نهله ان شاء الله. هنروح معاكم لفاصل ونرجع مع فرقتنا ومع احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد بحسب تقويم الكنيسة الكاثوليكية. كل عام وكلنا بخير وسلام وحب يا رب. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا علشان نبدأ حلقتنا ونبدأ فقرتنا الأولى، وإحنا بنتكلم عن أعياد الميلاد، بنتكلم عن احتفالات المسيحيين بأعيادهم، يعني احتفالات المصريين كلهم سواء كانت الكنيسة الغربية أو الكنائس الشرقية. المهم إن كلنا عايشين في جو بهجة وسعادة وبنحتفل بميلاد السيد المسيح. ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو هو القمص جبرائيل أمين، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد استفانوس بشبرا الخيمة. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين طيبين. ومعنا كمان أعضاء فرقة الكنيسة بند نورك قدامي، هما كورال كنيسة السيدة العذراء والشهيد استفانوس. يعني عندنا على الجيتار مينا صبري، على الأورج مينا راقي، عندنا بيشوي سمير وكورولوس عادل ورشا مكرم، هما دول المطربين اللي هيغنوا معانا النهاردة. احنا بنحتفل بيكم وسعداء بيكم جدا، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. خلينا نبدا ونتكلم عن اعياد الميلاد في الكنيسه الكاثوليكيه. هي اعياد الميلاد في الكنيسه الكاثوليكيه بيحتفلوا اخواتنا الكاثوليك النهارده وبنهنيهم بعيد الميلاد. الكنيسه الغربيه بتحتفل النهارده 25 ديسمبر بعيد الميلاد عندهم، وده يعني مش خلاف عقيدي لكن هو خلاف في التقويم. أيوه. ده خلاف في التقويم، يعني في مسألة في التقويم كده وجدوها في القرن الستاشر. البابا روما البابا غريغوريوس لقى ان في 11 دقيقة وكم ثانية كده فرق في التقويم، لكن احنا الكنيسة المصرية مرتبطة جدا بشهور الشهور بتاعة الأقباط القدام وأجدادنا الفراعنة، وبنعيد دايما 29 كهك، وكان العيد دايما لحد القرن الستاشر بنعيد ليه في يوم واحد. أيوه. اللي هو 29 كهك بيوافق 25 ديسمبر. لكن لقوا العلماء وعلماء الفلك لقوا ان في مشكلة في التقويم بتزيد، يعني 11 ثانية 11 دقيقة او كام ثانية مع السنة، عملت من بداية الاحتفال بالعيد حوالي يعني فرق 11 يوم، فرق 14 يوم. الفرق ده وصل لان دول يحتفلوا في 25 ديسمبر واحنا بنحتفل في 7 يناير، لان احنا مرتبطين جدا بالشهور القبطيه بتاعت اجدادنا المصريين. أيوة. اللي هي توت بابا هاتور كياه كتوبة امشير برمهات برمودة بشنس بقونا ابيب مصر، وعندنا شهر صغير بيعالج الفكره دي اللي هو 5 ايام. طيب، يعني مهم ان احنا بنحتفل، ومهم ان كلنا بنبقى سعداء باجواء اعياد المسيحيين سواء كنا مسلمين او مسيحيين. الحقيقه احنا بنسعد معاكم وبنبقى مبسوطين بدايه من الكريسماس من 25 يناير ديسمبر. تمام، خلينا نعرف منين جت فكره الكريسماس وارتباطه ب 25 ديسمبر استكمالا بقى لغايه ما السنه الجديده تبدا. هو كلمه كريسماس كريس يعني المسيح. ايوه. ماس يعني القداس. فنلاقيها انها قداس المسيح او قداس عيد الميلاد، فارتبطت الفكره بكلمه كريسماس بقداس عيد الميلاد اللي هو قداس العيد، لان كل الاعياد بتعمل لها مناسبات دينيه. أيوة. فنلاقي مثلا في عندنا الاعياد الرئيسيه زي عيد القيامه وعيد الميلاد، فبتعمل لهم قداس العيد. ايوه. وده يعني وده في الطقس الكنسي، في الطقس الكنسي.
فارتبطت كلمة كريسماس بقداس العيد أو عيد ميلاد السيد المسيح لكل المجد. وبيرتبط معاه طبعا الصيام. آه طبعا، ما هو كل عيد يسبق له صيام. أيوه. كل عيد يعني إحنا بنصوم في صيام الميلاد 43 يوم، وبنصوم قبل عيد القيامة 55 يوم. المسيحيين المصريين دلوقتي صايمين وان شاء الله هيفطروا قبل العيد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. طيب خلينا نسمع بقى الكورال اللي هيسمعنا حاجه وبعدين نكمل كلام. عشت بينا وسطنا
هايلين، برافو. يعني الحقيقة لما بنسمع الترانيم المسيحية والأناشيد بنندمج معاها جدا طبعًا. يعني طبعًا. كل سنة والمسيحيين بألف خير مرة تانية. خلينا نتكلم عن فرق الاحتفال ما بين المسيحيين الغربيين والمسيحيين الشرقيين، هل في فروق في الاحتفالات؟ هي في فروق في التقويم بس مفيش، لكن طبيعة الاحتفال واحدة طبعا، يعني مع الاحتفاظ بان كل دولة في العالم ليها يعني الفلكلور بتاعها طبعا. لكن هي عيد الميلاد هو عيد الميلاد، مفيش اختلاف نهائيا خالص في الاحتفال الا في التقويم، زي ما قلت لحضرتك ان بابا روما وجد ان في فروق في التقويم وصلت لحوالي دقائق في السنة. أيوة، فتجمعها عمل الفرق في المواعيد ما بين 25 ديسمبر وما بين 7 يناير. بالظبط كده بمنتهى البساطة. لكن الطقوس في البيوت المسيحية بتبقى واحدة في الاحتفالين، يعني احنا عندنا أصدقاء مصريين لكنهم بيحتفلوا مع الكنيسة الكاثوليكية. تمام. فالاحتفال واحد. الاحتفال واحد طبعا، يعني هو الاحتفال دايما الاحتفال الرسمي جوه الكنيسة، الاحتفال الرسمي وهو قداس عيد الميلاد. قداس عيد الميلاد. ايوه. طيب هنتكلم عن قداس عيد الميلاد وعن بابا نويل كمان، بس خلينا نطلع لفاصل اعلاني ونرجع مره ثانيه. عالم الجمال في مصر جميله مع الاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير اطباء جراحه التجميل، استشاري اول الامراض الجلديه والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية. مرتبط دايما الاحتفالات وشجرة كريسمس بتزيين الشجرة وبابا نويل، خلينا نعرف بابا نويل ليه علاقة بالتاريخ الديني ولا ده شخصية بس كده بتعمل الخير؟ لا، بابا نويل ده شخصية حقيقية فعلا. اسمه القديس نيكولاوس، أسقف مدينة مورا. أيوه. وهو عاش يعني 80 سنة، وتنيح سنة 342، وكان شخصية تعشق الخير. كان يحب الخير جدا جدا، وخاصة فكرة العطاء وكان دايما يصنع الخير زي ما الكتاب المقدس علمنا، يصنع الخير في الخفاء، يعني دايما يصنع. فكان دايما هو يلبس اللبس اللي احنا بنشوفه ده والمتعارف عليه في كل العالم، ويروح علشان يوزع حاجات كتير جدا للخير. ليه قصة جميلة جدا في تاريخ القديس نيكولاوس، انه هو كان فيه انسان غني جدا جدا، وصل انه افتكر له الحال، وكان عنده 3 بنات ومش لاقي يجوزهم، وكان هيخليهم يسلكوا في سلك غير يعني مسيحي وغير انساني، سلك الخطية. وهو عرف بكده، فكان دايما يروح يلقي من نافذة المنزل 100 دينار، ومية دينار وقتها كان مبلغ كبير جدا جدا، وزوج 3 بنات وسترهم، وكان كثير الخيرات هذا القديس نيكولاوس. فكان دايما شهرته انه كان دايما يصنع الخير في الخفاء. واحنا ربنا علمنا ان دايما اللي يصنع الخير في الخفاء لازم ربنا يكشف عنه في يوم من الايام. فربنا كشف عن شخصية بابا نويل اللي هو القديس نيكولاوس. طبعا لقى مشاكل كتير جدا في حياته بسبب تمسكه بالايمان، ويعني اتسجن وتعذب في عهد الامبراطور دقلاديانوس، الامبراطور المتعب في تاريخ يعني الأباطرة الرومان، وده أكتر إمبراطور عذب المسيحيين. وبعدين جه الإمبراطور المسيحي الإمبراطور قسطنطين أطلق سراحه، فاستمر في عمل الخير إلى أن تنيح القديس نيكولاوس. ليه عندنا كنيسة في مصر هنا في بنها باسمه، على اسمه حاليا ضمن كنائس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بنها. طيب خلينا نسمع حاجة تانية كده منكم بصوتكم الجميل ده.
لا أنسى عاما قد مضى يفيد بالحب واللطف والعناية والعطف العادة. برافو. خلينا نرجع تاني لشجرة الكريسماس وكلمنا عن بابا نويل. خلينا نتكلم عن الحاجات اللي بنزين بيها الشجرة، الجرز، النجوم، الحاجات دي ليها معنى؟ طبعا. يعني هو النجم مثلا هو ده اللي في ميلاد السيد المسيح أرشد المجوس للمكان اللي اتولد فيه السيد المسيح. فهم كانوا جايين من بلاد المشرق، من بلاد فارس، وما كانوش عارفين أين يولد المسيح، لكن كانوا يعرفوا من الكتب والنبوات أنه يولد في بيت لحم اليهودية. أي. فأرشدهم نجم من السماء، أرشدهم لحد مكان ولادة السيد المسيح. عشان كده إحنا بنستخدم النجم يعني أو النجوم في الشجرة، تزيين شجرة الكريسماس يعني. لأن النجم ليه مدلول في ميلاد المسيح. طيب، في كمان المغارة بتبقى من ضمن الديكار اللي معمول على باب الكنائس. ده المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح، وهو مكان كان يعني لاستقرار الماشية، كانوا يبيتوا فيه الماشية في بيت لحم. وللأسف الشديد في وقت ولادة السيد المسيح ملقوش غير هذا المكان اللي يستقبل أهم طفل في العالم. أهم طفل في العالم. وده من اتضاع السيد المسيح، أنه ارتضى أن يولد في هذا المكان ليزين هذا المكان ويعطي للبشرية كلها مثالا رائعا رائعا في الاتضاع. فاتولد السيد المسيح في المكان اللي فيه بنشوفه في المغارة، يعني ماشية، خرفان وغيره وغيره وغيره. وكان يعني ده رمز رائع جدا لاتضاع المسيح. وكمان احنا بنحتفل بميلاد المسيح دايما ان يبقى فيه مغارة في كل بيت مسيحي، وبتتعمل في الكنائس، وبتتعمل في الميادين وفي الساحات وفي حاجات كتير جدا جدا. اكيد بيبدع المسؤولين في انهم يزينوا المغارة يعني. بالظبط كده. وبتبقى في حتت كتير جدا في العالم زي ما قلت لحضرتك، في ميادين وفي اماكن كتير جدا جدا. اكيد. احنا بنشكر حضرتك جدا، نورتنا واسعدتنا. ضيفنا اللي كان منورنا القمص. شكرا. جبرائيل امين، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد ستيفانوس بشورى الخيمة. يعني عدم وجود النظارة بيفرق كتير. كمان بنشكر ضيوفنا كورال وبند نورك قدامي، كورال الكنيسة. هتسمعونا حاجة كده نختم بيها؟
حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح ولد في بيتنا. السلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء مسكن الصديقين التي هي أورشليم. السلام لك يا بيتنا مدينة الأنبياء الذين تنبأوا من ميلاد عمانوئيل. أشرق لنا نحن أيضا اليوم من العذراء مريم العروس النقية مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح في من لحم اليهودية كأقوال الأنبياء. أشعياء النبي يصرخ بصوت التهليل قائلا إنها تلك عمانوئيل نحن المسيحيين. السماوات تفرح لأنها ولدت لنا عمانوئيل نحن المسيحيين. فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان مرتل قائل ألليلويا ألليلويا المسيح ابن الله ولي